بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 68 لعيد الاستقلال المجيد، أشرف السيد الحبيب نذير عام الإقليم سيدي قاسم يومه الاثنين 20 نوفمبر 2023 الموافق للسادس جمادى الأولى 1445 هجرية على وضع الحجر الأساسي لبناء الثانوية الإعدادية بالجماعة الترابية النويرات، وسينجز هذا المشروع بغلاف المال قدره 9,070,000 درهم ممول من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية. ويندرج هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التعليمية بالعالم القروي وتوسيع العرض التربوي بها لمحاربة الهدر المدرسي وتوفير الظروف الملائمة للتحصيل الدراسي لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف بلادنا في قطاع التربية والتكوين. حفظ الله مولانا الإمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، وجعل النصر والتمكين حليفة، وحقق به وعلى يديه الكريمتين للأمة المغربية ما تصبو إليه من عز وسؤدد، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع ديالنا عبارة عن ثانوية إعدادية بجماعة النويرات تقوده عمالة إقليم سيدي قاسم. هذا المشروع كيندرج ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بمبلغ مالي بما يقارب 9 مليون درهم. مدة إنجاز المشروع هي مرتقبة في 12 شهر، والمساحة ديال الأرض اللي غادي يكون فيها المشروع هي على حوالي 10,000 متر مربع، والمساحة المغطاة تقارب 2,800 متر مربع. بالنسبة لمكونات المشروع، الثانوية الإعدادية كتوفر على 5 ديال القاعات، 5 سال دونسينيومون جينيرال، 2 سال سيونتيفيك، 2 سال بوليفالونت، زائد البيبليوتيك والإدارة المكونة من 6 مكاتب وقاعة للأساتذة، وكذلك على تيران سبور بوليفالون، أن لوجمون دو فونكسيون، زائد لي بلوك سانيتير ولي بلوك دو فيستيير. Voilà.